هذا بكر السواق حقنا الجديد، وهذه غرفة اللي بيقعد فيها، إذا تبغى حاجة كلموه، هذه المدام وهذا ولدي خالد. بس إن شاء الله إنه يستمر معنا، ما ينحش مثل اللي قبله. يلا يبا، أنا بروح الملعب، تبي شيء؟ واجبات يا أبوي. خلصتها من أول. يلا. كفو كفو ولدي كفو. أمك تحتري، قوم يبا. شوف شوف إيش يا هذا بكر سواقنا؟ إيه هو، حتى الأندية الكبيرة تواصلت معي يبغونه.